ever tried, ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. The world is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب الصف الخامس، اهلا وسهلا بكم. محاضرة جديدة من محاضرات الفصل الاول. وصلنا وياكم الى البلاستيدات الخضر. شنو البلاستيدات الخضر؟ اليوم كل احنا سامعين انه بالبلاستيدات الخضر هي موجودة بالنباتات، تقوم بعملية البناء الضوئي، صح لو لا؟ زين. وسامعين ان النباتات تتغذى على نفسها بواسطة شنو؟ البلاستيدات الخضر. تعال يقول البلاستيدات الخضر، خليني جاي تعريفها، تعال هنا. يقول عبارة عن تراكيب معقدة. تركيب معقد البلاستيدة، يعني رب العالمين خالقها شنو؟ فتشي معقد. زين. غنية بالأغشية، يعني بها أغشية، وتمثل مراكز عملية البناء الضوئي. إذن هي شنو وياي؟ عبارة عن تراكيب معقدة غنية بمن؟ بالأغشية. أوكي، غنية بالأغشية. وشو تمثل مراكز عملية البناء الضوئي؟ إذا أجيب لك فراغ مراكز عملية البناء الضوئي، راح شو تقول لي؟ تقول أستاذ البلاستيدات الخضر. خوش حكي. زين. يقول أدي بها أشكال بلاستيدات الخضر. أول شيء شوف، خلي أوضح لك في الشغلة. يقول بلاستيدة، هاي بصف السادس عندكم، البلاستيدة الخضراء إيش يصير شكلها؟ شوف، بها غشاء خارجي وغشاء داخلي. هذا الغشاء الداخلي، تمام. وبها بعد أغشية هواية. زين. بها أغشية هواية، تمام. فهي شنو؟ تراكيب معقدة. شبيها؟ غنية بالأغشية. غنية بمن؟ بالأغشية. عافية، غنية بالأغشية. وشو تمثل مراكز عملية البناء الضوئي؟ يقول ما هي أشكال البلاستيدات الخضر؟ احنا نحكي على البلاستيدات الخضر، شنو أشكالها؟ باو عدة ثلاث أشكال لازم تعرفها. يجيك سؤال أعطي مثال البلاستيدة موجودة مثلا بفلانشي، تقول يابا تجي تعال عندنا، أو يجيب لك عدد أنواع أشكال البلاستيدات مع ذكر مثال. هاي ما هي أشكال مع ذكر مثال؟ تجي يقول مفردة كأسية. شنو مفردة كأسية؟ مفردة كأسية يعني وحدة وشكلها شنو؟ كأسي. تعال هاي مفردة وكأسية، هاي احنا نعرفها، يسموها مفردة شنو؟ كأسية. شنو مفردة يعني وحدة وشنو؟ كأسية مثل جلاس. زين. وسموها كوبية، هم كوبيها ماكو مشكلة. زين. يقول وتشغل ما يقارب من نصف حجم بعض الأحياء ذات الأصوات. شنو ذات الأصوات؟ اللي هي بس هي الأحياء أحادية الخلية. باوع تعال، أنا عندي فت شغلة بصف السادس، أكو فت كائن اسمه الكلاميدوموناس، هو يعتبر شنو كائن وحيد الخلية بصوتين. خوش حكي. بلاستيدة خضراء تشغل شنو معظم حجم الخلية. بس هاي البلاستيدة الخضراء شنو مفردة وحدة وشنو كوبية. فيقول يا بل العفو كأسية، فشنو كأسية الشكل لازم تعرفه، تشغل معظم شنو حجم الخلية، تشغل معظم حجم الخلية. بس بيا كائنات الوحيدة الخلية شنو ذات الأصوات اللي بيها أصوات. يعني عرفتها استاذ. تعال ليش ما أرسم لك إياها أنا هسه، ليش مستعجل؟ محاضرة مالتنا بسيطة اليوم. شوف هذا مثلا عندنا احنا نسميه الكلاميدوموناس. زين. بهاي شوف هاي البلاستيدة مالته هيك تصير شكلها كوبية، تشغل باوع. هاي كلها بلاستيدة، هاي كلها شنو خلية. هاي البلاستيدة كوبية تشغل معظم شنو حجم الخلية. منو يا كائنات وحيدة الخلية ذا شنو ذات الأصوات. صار واضح طلاب؟ زين. يقول واكو بها شنو شريط لولبي نوع الثاني كما هو الحال في بعض الطحالب الخيطيه. ما نوع البلاستيدات او شكل البلاستيدات في الطحالب الخيطيه؟ هاي باوع، هاي الطحالب الخيطيه.
شو تقول له؟ تقول له يا ابا شريط له ولبي. شنو شريط له ولبي؟ هذا الشريط مثل السبرنجة. زين نسميه شنو؟ شريط لولبي. شريط شنو؟ لولبي. عافية. زين نجمية أو بشكل صفائح مثقبة، هاي النجمية عمي هيك احفظها، أو بشكل صفائح مثقبة. استاذ شنو كلمة صفائح مثقبة؟ شفتشير ما شايفيه؟ شفتشير شفتشير ما شايفيه؟ عمي المنخل يعتبر صفيحة مثقبة. فيقول يابا أما شكلها نجمي هذا زين، أو بشكل صفائح مثقبة. زين وين موجودة؟ موجودة في العديد من الطحالب. ما ذاكر لي وين موجودة في العديد من الطحالب. نجمية أو صفائح مثقبة. هسه أنا حفظتها وياكم. أول وحدة شنو؟ مفردة كأسية تشغل معظم حجم الخلية بمن بالكائنات وحيدة الخلية ذات الأصوات اللي بيها أصوات تتحرك بيها. والثاني شنو؟ شريطي لولبي مثل من الطحالب الخيطية. زين والنجمية أو صفائح مثقبة كما هو الحال في العديد من الطحالب. زين يقول البلاستيدة بها تركيب. البلاستيدة شبيها بها تركيب. استاذ سولف لي على تركيب البلاستيدة شنو ومن شنو تتكون. لك تعال هي فشي بسيط بس انتو ما اعرف ليش تشوفوها صعبة. تعال يقول تركيب البلاستيدات الخضر. عندي تركيب البلاستيدات الخضر بها اخشية نسميها اخشية السودا، وبها اقراص الثايلوكويد اللي نسميها الجرانو. انا راح ارسم لك البلاستيدة مالت السادس لان انت تحتاجها بالسادس وهي وزارية، وخلنا نشرح عليها هنا. زين بس تقول استاذ انا بعد لا انت ان شاء الله طالب سادس ما دامك تقرا على احمد حسان فتعتبر نفسك سادس. زين وبالسادس اعتبر نفسك كليه. تعال شوف اكو قلم ضيعته، هذا قلم. البلاستيدات الخضر هذا شكلها. يقول تتكون من تركيبان مهمان، هاي بصف السادس ما موجوده بمنهجكم. تركيبان مهمان باو علي، هاي الأخشية. زين هو مقال غنية بالأخشية، هذا غشاء خارجي خارجي وهذا غشاء داخلي. خوش حكي. يقول بها تركيبان مهمان. التركيب الأول نسميه الجرانا. هسه ما لنا علاقة، أنا ما راح أرسم بها. الجرانا هاي صفائح. الوحدة إذا الواحد هذا شوفه القرص الواحد أسميه جرانوم، كلهن راح أسميهن يعني المجموع مالتين سميه جرانا. هاي الصف السادس. خوش حكي. وبعد شنو اللي بي طلاب؟ بي مادة يسموها أخشية السودا. إحنا عندنا بالسادس اسمها مادة سائلة شفافة تملأ الفسح الداخلية. خوش حكي. فهسه نشوف يقول ما هو التركيب البلاستيدة. هذا قدامك تركيب البلاستيدة من يتكون من اولا اللي هي السودا شنو، واثنين الجرانو. نجي اخشية السودا شو يقول. يقول وهي طيات داخلية للغشاء الداخلي للبلاستيدة. تعال وين الغشاء الداخلي؟ استاذ انت اشرت لي قلت لي هذا غشاء خارجي وهذا غشاء داخلي. خوش حكي. اذا بالغشاء الداخلي جاي تصير بي شنو؟ طيات. طيب يعني يطبق. زين وتنطوي هذه الأخشية في مناطق معينة، مو بأي مكان، في مناطق معينة تنطوي يعني تلف. هاي هسه تعال اشرح لك على هالورقة. زين تعال انت مو يعني ما تفرق شيء عن السادس. هاي الغشاء الداخلي. خوش حكي. شو يصير بيها؟ جاي يصير بيها طيات باوع، جاي يصير بيها طيات. هاي الطيات بس وين؟ في مناطق معينة. هاي صارت عندي طيات، شوفوها طيات وين؟ في مناطق شنو معينة. هاي راح اعتبرها السودا. السودا هي شنو؟ أخشية ما تنشأ من الغشاء الداخلي للبلاستيدة، وهي عبارة عن طيات داخلية في مناطق معينة. خوش حكي. بس هاي الأخشية شبيها مطوية على نفسها، يعني مطوية باع شلون مطوي على نفسه. بس شلون مطوي على نفسه باع؟ شو يقول؟ يقول إلى الخلف تجي تنطوي باوع للخلف، يعني مو هيك للامام، راح تنطوي عندي المن للخلف. هاي انطوت عندي للخلف باتجاهي. زين هاي انطوت، هذا الامام وهذا الخلف باوع. فهاي الطيات جاي تشوفها حبيبي، هاي انطوت على نفسها المن للخلف. اوكي انطوت. شو يقول؟ يقول هي الطيات الداخليه للغشاء البلاستيدي للغشاء الداخلي البلاستيدي.
بس يا بلاستيدات الخضر هاي السودا شنو طياد داخليه السودا شنو طياد داخليه المن اليا غشاء الخارجي لو الداخلي لا استعد للداخلي زين اوكي بس ايش بيه هذا يقول تنطوي هذه الاغشيه في مناطق معينه مو باي مكان هسه مثلا انت بيتك وين نقول مثلا نقول ببغداد الجديده ما راح يصير بيها هذا الانطواء راح تنطوي مثلا بشارع فلسطين او تنطوي مثلا بالعامريه او تنطوي مثلا بالمنصور مناطق معينه مو باي مكان خوش حكي زين هاي الطيات اللي تنطوي على نفسها للامام لو الى الخلف لا استعد الى الخلف مكونة صفوف متوازية من أكياس مسطحة تبدو كالعملة النقدية فهاي أنا ما أقدر أسوي لك إياها بالورقة فراح تصير هيجي أكياس مسطحة زين هسه أسوي لك إياها راح تصير شنو شلون الأكياس المسطحة تصير مثل العملة النقدية مثل الدراهم هاي مو تنطوي صير دائرة تنطوي صير دائرة نفسها تنطوي صير دائرة نفسها في مناطق معينة إلى الخلف راح تتكون لي صفوف متوازية من أكياس مسطحة تبدو كالعملة النقدية النقود المعدنية أو العملة النقدية مكونة شنو التركيبة يعرف شو اسمه الجرانوم ما منشأ الجرانوم تعال تعال هذا الجرانوم شوفه منين نشأ راح تقول لي من الطيات الداخلية المن للغشاء الداخلي المن مثلا للغشاء الداخلي أو تقدر تقول من السودا صار واضح حبايب زين نجي هذا خلصناه يلا احفظوا وياي هي طيات الداخليه للغشاء الداخلي للبلاستيدات الخضر طيات داخليه للغشاء الداخلي للبلاستيدات الخضر زين شلون تتكون هاي الطيات تقول لي يابا هاي الطيات راح يصير بيها تنطوي على نفسها بس وين الى الخلف في مناطق معينه زين راح تتكون من تنطوي على نفسها الى الخلف في مناطق معينه راح تكون لي صفوف متوازيه بس هاي الصفوف المتوازيه بقى هذا صف 2 ثلاثة هاي الصفوف المتوازية شوفوا مثل الدراهم تشبه شنو النقود المعدنية مكونة تركيبا هذا شو اسمه الجرانوم جمعها قلت لك من البداية شو اسمها جرانا صار واضح زين زين يقول استاذ والجرانوم شنو او قرص الثايلوكويد هو يطلق على الجرانوم الواحد بابا انا قلت لك ذن ثلاثة تين واحد اثنين ثلاثة شو اسمها جرانا وحدها بس هاي شو اسمها جرانوم يقول يابا يطلق على محتوى على الجرانوم الواحد بمحتوياته بقرص شنو الثايلوكويد هذا وحده تشبه العملة النقدية الوحدة راح اسميها قرص الثايلوكويد يعني الجرانوم الواحد ومحتوياته راح شو اسمي قرص الثايلوكويد زين وتحتوي المادة الواقعة ضمن القرص الثايلوكويد على يمين تحتوي تعال تحتوي على شغلات يعني بالقرص الواحد شبيه بأول شيء جزيئات الصبغة زين اثنين الانزيمات ثلاثة شنو حوامل الالكترون ذن ثلاثة يساهمن بمن المساهمة في اقتناص واستعمال الطاقة الضوئية تعال ايش قد مهم هذا الجرانوم ايش قد مهم تعال نعيده الجرانوم شنو هو تعريفه يقول قرص الثايلوكويد الجرانوم او قرص الثايلوكويد يطلق على الجرانوم الواحد وحده الدرهم الواحد هو ومحتوياته هاي محتوياته بقرص الثايلوكويد خوش حكي وتحتوي الماده الواقعه تحتوي الماده الواقعه بداخل القرص ضمن القرص على اليمين جزيئات الصبغه استاذ شنو جزيئات الصبغه حبيبي الكلوروفيل نفسه هو جزيئات الصبغه زين وبعد شو يحتوي انزيمات ويحتوي على حوامل الالكترون اللي اخذناها بالمحاضره السابقه قلنا الالكترون محمل بالطاقه فهنا يحتوي عليه من حوامل الالكترون زين وذن ثلاثه الهن شنو مهمه بمن في اقتناص واستعمال الطاقه الضوئيه هذا خلص التركيب البلاستيدات الخضر عرفنا اشكالها وتركيبها هسه انضبطت الماده ما يحتاج هذا تاخذ له هسه سكرين زين توقف الشاشه وتنقلها يمك بالدفتر صار واضح طلاب زين نجي صبغات البناء الضوئي شوف صبغات البناء الضوئي شو يقول يقول صبغات البناء الضوئي تعريفه هي جزيئات قادرة على أن تمتص الموجات الضوئية بس يا موجات ضوئية الشمسية الصبغات بناء الضوئي مو صبغ بنتلايت لا ولا صبغ بوية لا صبغات بناء ضوئي موجودة بالبلاستيدات شو تسوي هي هنا جزيئات قادرة على أن تمتص الموجات الضوئية ومعظم الصبغات
تمتص فقط الأطوال الموجية وتعكس أو تنقل أطوال موجية أخرى. شنو يعني؟ باوع هاي الصبغات البناء الضوئي، خلني أوضح لك إياها حتى أمسح الصبورة وأسوي لك مخطط شنو للصبغات. صبغة البناء الضوئي يقول يابا هاي مثلا عندي بلاستيدات خضر، هذا كلوروفيل، هذا يا لون كلوروفيل. بالبداية كان لونه شفاف، من صار عليه ضوء الشمس امتص كل ألوان الطيف الشمسي، بس ايش عكس؟ عكس ألوان أخرى. الألوان الأخرى هسه هذا شو شوفه بعينك يا لون؟ أخضر، فإذا عكس الأخضر. هاي إذا صبغة حمراء تسحب كل الألوان وش تعكس؟ الأحمر حتى نشوفها حمراء. فترى الموضوع تافه. زين، صبغات البناء الضوئي هي جزيئات قادرة على أن تمتص الموجات الضوئية. هي صبغات البناء الضوئي لازم تمتص شنو؟ الموجات الضوئية. يقول بس معظم هاي الصبغات تمتص فقط الأطوال شنو؟ الأطوال الموجية، والبقية شنو؟ تعكس أو تنقل أطوال موجية أخرى. زين، طيف الامتصاص، عرف لي اياه، شنو هذا طيف الامتصاص؟ تعريف هذا مهم. تعال مهم. يقول هي الصبغات اللي موجودة في البلاستيدات. صبغات وين موجودة؟ اسمها طيف الامتصاص. طيف الامتصاص صبغة بس موجودة وين؟ بالبلاستيدات. قادرة على امتصاص تنوع أو طيف من الضوء المرئي. طيف الامتصاص، صبغات موجودة وين؟ بالبلاستيدات، تختلف عن صبغات البناء الضوئي. بس هاي نسميها شنو؟ طيف الامتصاص. صبغات موجودة وين؟ بالبلاستيدات الخضر، بالبلاستيدات بصورة عامة. ايش تقدر؟ تقدر تمتص موجات منين؟ من الضوء المرئي، الضوء اللي نشوفه احنا. خوش حكي؟ زين، هاي خلصناه، هذا التعريف مهم. يقول فراغ، تختلف الأحياء القادرة على إنجاز البناء الضوئي باختلاف فراغ. شنو هو؟ تختلف. احنا البناء الضوئي، عملية البناء الضوئي ايش تحتاج؟ كلوروفيل. خوش حكي، هاي لازم نعرفها، اللي هو يسميه اليخضور. زين، هذا يقول تختلف الاحياء القادره على عمليه اللي يعني اللي بيها بلاستيدات الخضر حسب نوع الكلوروفيل. فيقول تختلف الاحياء القادره على انجاز عمليه البناء الضوئي باختلاف فراغ الموجود فيها. من هو الفراغ الموجود فيها؟ الكلوروفيل. وين ما تلقى بناء ضوئي اكتب كلوروفيل وخطيته كبرقوتي. زين، بس الكلوروفيل بانواع، الروح امسح الصبوره واكتب لكم مخطط لانواع الصبغات واوضح لكم اياها، وان شاء الله تصير بسيطه عندكم. يلا تعالوا. السلام عليكم طلاب، هسه رجعنا وياكم بعد ما مسحنا الصبوره، نكمل وياكم صبغات البناء الضوئي في البلاستيدات الخضر. صبغات البناء الضوئي، شوف نجي اول شيء النباتات. يقول يابا النباتات تشبيها بيها كلوروفيل اي وكلوروفيل بي، يعني الاخضر الف والاخضر باء. خوش حكي. زين استاذ، الكلوروفيل الف وباء شو يسوون؟ تعال، يقول يلعبان دورا اساسيا او دورا دقيقا بمن؟ في عمليه البناء الضوئي. شلون؟ تعال شلون. هسه كلوروفيل الف نباتات شبيهه بها كلوروفيل الف وباء، نباتات شبيهه عافيه كلوروفيل الف وباء، كلوروفيل الف وباء. زين كلوروفيل الف وباء شو يسوون؟ يلعبون دورا دقيقا في البناء الضوئي. خلصت منها استاذ رحمه الله عليك. تعال شو يقول؟ يقول يمتصان. راح تقول استاذ من اسمه كلوروفيل يخضور راح يمتص اللون الاخضر. لا دا لا دوقف دقيقة عيني، دني راح يمتصان يا ضوء البنفسجي. شوف راح يمتصان البنفسجي والازرق والاحمر اللي هنا شو يعتبرن؟ افضل الوان الضوء. سؤال، ما هي افضل الوان الضوء؟ تقول له استاذ اللي هو العفو البنفسجي والازرق والاحمر. خوش حكي، بنفسجي وازرق واحمر. زين استاذ العدها شلون تطلع يعني البلاستيدات هيك باللون الاخضر؟ شلون تطلع؟ حبيبي هن مو يمتصن ذني البنفسجي والازرق والاحمر؟ قبل شوي ايش قلت لك؟ قلت لك هذا قلم اذا ازرق ليش تشوفه ازرق؟ لان عكس اللون الازرق، فهنا تعكس اللون الاخضر. تعال شوف وياي هذا التعليق. يقول تظهر لنا اوراق النباتات خضر. ليش؟ تقول بسبب ان اللون الاخضر ينتقل وينعكس بواسطه الكلوروفيل. جاي تفهم شلون؟ يقول لك يابا هسه احنا اليوم بالشارع جاي تمشي وشفت الورقه لونها اخضر، ليش؟ تقول يابا لان اللون الاخضر
راح ينتقل وينعكس بمن بسبب منه وجود الكلوروفيل. تعال نكمل. فهسه هذا اول وحده النباتات بها كلوروفيل اليف وكلوروفيل بي. با هاي اول صبغه من صبغات البناء الضوئي. ذني ثنائيين لعبن دورا دقيقا في البناء الضوئي. خوش حكي استاذ. شو يسوون يا ضوء يمتصون يا طيف؟ تقول البنفسجي والازرق والاحمر اللي هنا يعتبرن افضل الوان الضوء، ويعكس يا لون هنا اكتب لك اياها الملاحظه، ويعكس من هو؟ تعال بالاسود اكتب لك اياها اللون من هو؟ الاخضر. خوش حكي. فلذلك لان عكست اللون الاخضر النباتات شو يشوفها يا لون؟ اوراقها خضر. يلا تعال زين عندي صبغه الكاروتينيد اللي هي شو يسميها اشباه الكاروتينات. زين او صبغه الكاروتينات شنو ذني صبغه الكاروتينات؟ ذني تعال اول شيء تلعب دور اضافي في عمليه البناء الضوئي. احنا ذني صح يلعبن دورين دقيقا. هذا بعض هذا دقيق هذا دقيق بس هذا شنو اضافي بمعنى نفس العمليه عمليه البناء الضوئي لان قلنا في البلاستيدات الخضر. زين يا لون بيها شنو اللون مالتها؟ تكون باللون الاخضر والبرتقالي. زين استاذ الكلوروفيل يا لون من اسم اللون الاخضر. هاي مقارنه، هاي تلعب دورا دقيقا، هاي تلعب دورا شنو اللي هو اضافيا. هاي لون اخضر، هاي منو لون برتقالي. راسم لك اياها بما باللون البرتقالي. زين شو تسوي؟ قادره على امتصاص. شوف شو تقدر، قادره على امتصاص الضوء بمديات شنو بنفسجي والازرق والاخضر. استاذ ما جاي افتهم احنا هاي الشحبه شنو سحبت بنفسجي وازرق واحمر. الكلوروفيل يسحب بنفسجي وازرق واحمر. اوكي هنا هم راح تسحب لي اياه هو اللي هي اشباه الكاروتين بنفسجي وازرق، مو المفروض احمر؟ لا 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 ليش طلعت برتقاليه؟ لان عكست الاحمر فسحبت يا اللون اللون الاخضر. خوش حكي. زين يقول هذه الصبغات اللي هي اشباه الكاروتينات تصبح غير متميزه في فصل تساقط الاوراق. شنو ما لها دور فصل غير متميزه يعني ما نشوفها في فصل تساقط الاوراق. خوش حكي. عند الصبغه الثالثه هسه هاي الصبغه الثانيه. الصبغه الثالثه اللي نسميها شنو؟ الزانثوفيل، ونسميها الزانثوفيلات. الزانثوفيل الزانثوفيل الزانثوفيل. هاي تعال يقول يابا هاي عباره عن مركبات دهنيه. قبل لا تكمل، الدهن يذوب بالمي؟ لا والله ما يذوب. فاذا الزانثوفيلات لا تذوب بالماء، تقول لها لانها شنو مركبات دهنيه. الزانثوفيلات باوع باوع تعال استخدم له غير قلم خلصنا الاقلام. هاي الزانثوفيلات هاي شوف هنا اجيب لك اياها علم. لا تذوب وين؟ في الماء. ليش؟ تقول لها شنو هذا الجواب مالتها؟ لانها شنو مركبات دهنيه، لانها شنو مركبات دهنيه. زين استاذ يا لون تتخذ؟ تتخذ لون اصفر وبني واحمر. يا لون اصفر وبني واحمر. هنا أنا قلنا يا لون بنفسجي ازرق واخضر، لازم تحفظ الالوان. وهنا أنا اصفر بني احمر. اصفر بني احمر. زين. يقول يابا الوانها لا تظهر، يقول لك علل، هاي علل، شوف هواي بشغل هذا، علل الوان الزانثوفيل لا تظهر، ليش؟ تقول بسبب تغلب من هو؟ اللون الاخضر اللي هو الكلوروفيل عليها. الزانثوفيل هسه شو يسحب لي؟ اصفر بني احمر، بس ما يطلع، ما اشوفه. ليش؟ لان تغلب عليه من هو اللون الاخضر. هن كلهن ترى موجودات في البلاستيده بس من المسيطر عليهن؟ اللي هو اللون الاخضر الكلوروفيل. خوش حكي. زين يقول عندي النوع الثالث اللي هو يسموها الفايكوبلينات. شو اسمها؟ فايكوبلينات. الفايكوبلينات قارن بين الزانثوفيل والفايكوبلينات. هاي مركبات دهنيه، هاي تعتبر مركبات بروتينيه. هاي ما دام دهنيه لا تذوب بالماء، هاي ما دام بروتينيه تذوب بالماء. زين يا لون تاخذ ازرق واحمر، من هو اصفر والبني والاحمر، يعني بس الاحمر مشترك. زين تعال يقول ملاحظه عندي، ملاحظه وتعمل جميعها على امتصاص الطاقه الضوئيه ونقلها الى الكلوروفيل اليف.
منو ذني؟ تعال تعال عند الكلوروفيل با واشباه الكاروتينات والزانثوفيل والفايكوبلينات. منو عندي وياي؟ عندي اربع شغلات. انا عندي هسه كم صبغه؟ خمسه. كلوروفيل اي و بي او اليف وباء. عندي كلوروفيل باء والزانثوفيل واشباه الكاروتينات، وعندي اخر شيء الفايكوبلينات. ذني اربعتهن شي يسوون؟ يمتصن الطاقه الضوئيه. بس شي يسوون بيها؟ راح ينقلنها وين؟ للكلوروفيل الف. للكلوروفيل منو؟ الف. دير بالك، افهم لا تحفظ. زين هسه مراجعه. ها عندي هاي، يقول علل بعض التعليل. هذا كلش مرتب. يقول الوان الزانثوفيل، هذا الزانثوفيل الوانه تظهر خلال فصل الخريف. هسه وهنا باوع باوع، يقول لك الزانثوفيل لا تظهر الوانه بسبب تغلب اللون الاخضر اللي هو الكلوروفيل عليها، لان موجود كلوروفيل فما تطلع الوانه، صح لو لا؟ من هو هذا الزانثوفيل؟ لان موجود الكلوروفيل فالزانثوفيل ما يطلع. زين بس عندي فصل من فصول السنه اللي هو اسمه من هو فصل الخريف، يقول يظهر عند الزانثوفيل. ليش؟ اذا صارت عنده مشكله بالكلوروفيل، يقول بسبب تغلب اللون الاخضر، العفو شنو؟ بسبب تحلل، هاي تحلل اللون الاخضر، ويتحلل شنو؟ الكلوروفيل في فصل الخريف، فتظهر الوان الزانثوفيل وهي الاصفر والبني والاحمر. شوف شوف، الزانثوفيل هو ما يطلع، انتبه عليه، شوف انتبه عليه. الزانثوفيل هو ما يظهر عنه، عندك بالشتاء وبالصيف وبالربيع ما نشوف الالوان، يعني لون الورقه لا صفراء لا بنيه لا حمراء. ليش؟ لان الكلوروفيل هنا شنو؟ متغلب عليه. يقول لك علل، لا تظهر لنا اوراق النباتات مثلا باللون الاصفر والبني والاحمر في فصل الشتاء، يقول لك بسبب تغلب شنو؟ اللون الاخضر اللي هو الكلوروفيل عليه من على الزانثوفيل. زين راح شي يقول لك هنا؟ يسالك سؤال ثاني، تعال هذا حلو السؤال. يقول لك يابا بس بفصل الخريف انا يظهر عندي اللون الاصفر والبني والاحمر اللي يقصد به منو؟ الزانثوفيل. ليش؟ تقول له بسبب تحلل الكلوروفيل ويحل محله منو؟ الزانثوفيل. صار واضح طلاب؟ وهاي الصبوره قدامكم، تاخذوا لها سكرين وتنقلوها بدفاتركم، وهذا المخطط كلش مهم ويجيبون من عند المدرسين. يلا التقيكم محاضرة جاية ان شاء الله. في امان الله وحفظه.